السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن شاشات الاندرويد. في حالة ان انا شاري كاسة اندرويد مثلا تي اس 10 رام 4 ذاكرة 64 بيدعم خاصية ابل كار بلاي. اولا خاصية ابل كار بلاي دي في الاجهزة ال 64 بتشتغل معاك وايرلس، ما بتحتاجش كابلات. لازم يكون الايفون بتاعك واخد اخر ابديت نازل للايفون طبعا، ويكون ايقونة الكار بلاي متاحة في السيتنج من جوه. تمام. الفيديو ده خاص بالشاشة ديت وبالكار بلاي البرنامج ده. في حالة ان انا عملت ريسيت فاكتوري للشاشة واتمسح من عند الكار بلاي، في حلين عشان ارجع الكار بلاي تاني يشتغل عن طريق التي لينك. اول حل ان انا انزل التطبيق، هتلاقيه اسفل الفيديو في لينك. في حل تاني ان انا لازم اخش على فايل مانجر، هتلاقي في ايقونة هنا فيها البرامج المتسطبة على الكاسيت اللي هو تي اس 10 اي بي كي. خش عليها هتلاقي عندك هنا البرنامج موجود، بس ايه بيطلب منك التصريح ان انت تسطبه على الشاشة. نرجع تاني للموضوع بتاعنا اللي هو في حالة ان انا عايز اشغل الكار بلاي. اولا الكار بلاي بيشتغل عن طريق ربط بلوتوث التليفون الايفون بتاعك. طبعا هتعمل سيرش عن البلوتوث بتاع الشاشة. الشاشة دي اسمها كار كيت بلينك. الباسورد المستخدم هنا 4 اصفار. طب اعرفه منين؟ اعرفه من انا اخش على السيتنج او الاعدادات اللي هنا، هتلاقي ده اسم الديفايس وده الباسورد بتاعها المستعمل. نرجع تاني ونربط بير. هيقول لك هنا ان الشاشة تم الربط مع الايه، مع التليفون، ويقول لك تم النجاح في الربط. تمام. نرجع تاني لحوار الكار بلاي. كار بلاي لازم تخش على التطبيق البرنامج اللي هو تي لينك، ضغط عليه هيبتدي يحمل معاك بالطريقه دي، ويظهر لك رساله على التليفون يقول لك يوز كار بلاي. كل اللي عليك ان انت تديله التصريح او السماح ان هو يستعمل كار بلاي. من هنا يبتدي يشتغل معاك. في حاله ان هو ما اشتغلش معايا وفضل يعمل سيرش وكده، المفروض هنا اشتغل معايا على طول تلقائي. تمام. ما رضاش يشتغل معايا وفضل يعمل سيرش. الحل ان انا ارجع تاني على الواي فاي. الجهاز ده بيعمل شبكة تانية للكار بلاي اللي هي اندرويد اي بي. تمام. احاول اربط عليها، ضغط عليها واحدة بس يقوم رابط على الشاشة. ما بتحتاجش باسورد، ما بتحتاجش حاجة تانية، بس وده الكار بلاي. طبعا الكار بلاي ما بيشغلش معاك يوتيوب، ما بيشغلش معاك اي خاص الفيديو لان غير مسموح. عشان اشغلها لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل جيلي بريك للتليفون الايفون بتاعي، وما انصحش بيه. تمام. بس هو ده الكار بلاي. طبعا التليفون مهما قفلته خلاص هو كده كده رابط بلوتوث معايا وشغال معايا عليه، شغال معايا على الشاشه. بيفتح لك طبعا الفون، بيفتح لك النوت، بيفتح لك الميوزك، يوتيوب ميوزك شغال. الخرائط طبعا اللي هي المابس اللي انت بتستعملها على التليفون بتتفتح بنفس الشغل بتاعها على الشاشه. في حاله ان انا فصلت اتصال بلوتوث من التليفون طبعا وقفلت الشبكه اللي بتاعت الواي، هيفصل معاك. ارجع تاني افتح بلوتوث. اربط على الكاركت. ارجع تاني للشبكه بتاعت الواي فاي، ربط عليها، ظهر هنا الايفون، ضغطت عليه تكه واحده ظهر معايا الايه، الكار بلاي. هتلاقي تحت الفيديو لينكين، لينك بينزل لك برنامج تي لينك، تي لينك اللي انا بستعمله هنا، واللينك التاني اللي هو السبيد بلاي اللي هو كان في الاجهزه الاصدار القديم. طبعا البرنامج ده مش هيشتغل معاك على كاسيت تاني، بمعنى ان الجهاز ده متصرح له ان هو يستعمل البرنامج ده ومفتوح الخاص بتاعته. في حاله ان انا استعملته على كاسيت تاني او شاشه تانيه مش هينفع، لان مش مفتوح التصريح بتاعه. بس وده كان الكار بلاي.